أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها دلالات التناول الأممي لتداعيات الوضع الصحي في اليمن. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من كارثة ثلاثية الأبعاد يواجهها اليمن، تتمثل في استمرار الحرب وتفشي كورونا وانهيار الاقتصاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المديرة العامة للمنظمة هنري تافور عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت هنريتا إن أكثر من 12 مليون طفل أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، معربة عن خشيتها من أن يموت نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ما لم يتلقوا رعاية عاجلة. وأشارت إلى أن 5 ملايين طفل يمني دون سن الخامسة لن يتم تلقيحهم ضد شلل الأطفال نتيجة تعليق حملات التحصين بسبب كورونا. من جهتها ناشدت 17 منظمة دولية إنسانية المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا، وحذرت في بيان مشترك من انهيار شامل للنظام الصحي ما أسهم في تسريع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد. كيف يمكن التعامل مع هذه التحذيرات الدولية حول الوضع في اليمن؟ وما الذي يفترض أن يتم في ضوء هذه التصريحات والبيانات؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. اليمن أكثر دول العالم ضعفاً في مواجهة فيروس كورونا، وفيها أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم من ضحايا الفيروس القاتل. ذلك ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملخصاً الوضع الذي تعيشه اليمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتيريش مع رئيسي الوزراء الكندي والجامايكي، وقال فيه أن أكثر من 17% من إجمالي المصابين بكورونا في اليمن يموتون، داعيا المجتمع الدولي إلى الدعم المالي لمواجهة كورونا في اليمن. من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من كارثة ثلاثية الأبعاد يواجهها اليمن جراء استعار الحرب وتفشي فيروس كورونا، إضافة إلى انهيار الاقتصاد. وأشارت إلى أن أكثر من 12 مليون طفل يمني أصبحوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وخشيتها من أن يموت نصف مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد ما لم يتلقوا رعاية عاجلة. أخطر من ذلك حديثها عن 5 ملايين طفل دون سن الخامسة سيحرمون من التلقيح ضد شلل الأطفال جراء تعليق حملات التحصين بسبب كورونا، ما يعني أن آلاف الأطفال اليمنيين مهددين بشلل الأطفال نتيجة حرمانهم من اللقاح. ترى كيف ستتعامل الحكومة مع هذه النداءات، وما الذي يجب فعله على المستويين المحلي والدولي؟ معطيات الواقع والإحصائيات والمعلومات الواردة من الميدان تفوق أضعاف ما يتم إعلانه رسمياً، وفي ظل هذا التباين والتناقض يعيش الناس حالة هلع غير مسبوق في انتظار أي تحرك حقيقي يضع حداً للوباء الذي حصد الأرواح في عدن وصنعاء ومدن يمنية أخرى. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن دكتورة إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، وكذا من بولندا الدكتور عبد اللطيف الواقدي متخصص في علم الوبائيات. وأبدأ معك دكتورة إشراق، الأمم المتحدة تتحدث على أنها غير قادرة على تمويل عملياتها في اليمن، إلى ما الذي يمثله ذلك بالنسبة لكم أنتم في اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة؟ طبعا تعليق المساعدات الأمم المتحدة لدعم اليمن، اليمن يعيش في حرب يعني 6 سنوات ونحن ما أنهكنا الحرب والدائرة بين الميليشيات الحوثية التي يعني أصبحت فاتحة في كل مكان جبهاتها ولم تحترم حتى الوباء. طبعا تعليق المساعدات الإنسانية، اليمن عايش على المساعدات الإنسانية نتيجة الوضع الاقتصادي المنهار، وأيضا ما خلفته الحرب وسطو الميليشيات الحوثية على البنك وموارد البنك، وهذا أثر وسبب انهيار كبير في اقتصاد اليمن. طبعا تعليق المساعدات ونحن عايشين على هذه المساعدات الذي يعني توصل نحن من المنظمات، ولكن في الأخير سوف يعني نحن دائما يدنا وذراعنا اليمين هي المملكة العربية السعودية التي ما زالت يعني
تقف مع اليمن، واغلب الدعم من المنظمات تصل من مركز سلمان من المملكة العربية السعودية، وكان الدعم لنا ايضا الوكالة الأمريكية ايضا متنفذ مشاريعنا، الوكالة الأمريكية للتنمية كانت مشاريع لنا عبر الاتحاد الأوروبي. فأعتقد ان لن يتخلى المجتمع الدولي عن اليمن، وهم يعني يعلمون مدى الحاجة الماسة، وخاصة في الوضع الراهن، ونحن نحفظ أرواح بسبب فيروس كورونا، وأيضا الأوبئة المنتشرة نتيجة الإصحاح البيئي المتعالج، ونتيجة ما خلفته السيول. يعني أصبح اليمن يعاني الكثير، ولكن أيضا لما حذرت اليونيسف أيضا عن المشكلة الاحتياج اليمن وخاصة الأطفال، لا يمكن أن تصمد اليمن بحرب ووباء وانهيار اقتصادي. يعني إذا كان العالم البلدان الأخرى الرأسمالية المتمكنة واقتصاد رأسمالي قوي انهارت أمام فيروس كورونا، ما بالك اليوم اليمن وهو يعيش يعني الحرب وتفشي الوباء وانهيار اقتصادي. أعتقد أنه بيكون عار على الجميع أن يترك اليمن يعني في هذه المحنة. يجب أن نتكاتف الجميع وأن نندد أيضا بوقوف الحرب حتى نستطيع أن ننقذ اليمن وننقذ الأطفال، ننقذ من وباء الكورونا وننقذ الأطفال الذي أصبحت الرعاية الصحية الأولية في المراكز والمستشفيات شبه منهارة. تفضلي بالبقاء معنا دكتورة إشراق السباعي. أعود إليك أو أرحب مجددا بك دكتور عبد اللطيف الواقدي، متخصص في علم الوبائيات، تنضم لنا عبر الهاتف من بولندا. دكتور، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، اليمن تعتبر أضعف دولة في العالم في مواجهة كورونا، نسبة الوفيات هي الأعلى تقريبا في العالم. ما دلالات ذلك برأيك وفق ما لديك من معطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معنا تقريبا 50% من المواقع الصحية إما معطل كليا أو لا يؤدي وظائفه بشكل كبير، وهناك صعوبة في الوصول إلى 80% من أو صعوبة وصول 80% من السكان للخدمات الصحية الجيدة. هذا قبل موضوع الوباء يعني، ولك أن تتخيل. المسألة الثانية، في هذا العام ارتفعت عدد حالات المصابين بحمى الضنك والمرصودة في نظام الإنذار المبكر من يعني حدود 8 إلى 9 آلاف في العامين الماضيين إلى تقريبا 43,000 في هذا العام في نفس الفترة، يعني كل هذا إلى الأسبوع 19 اللي هو تقريبا ينتهي في يوم 22 أو 23 مايو. وبالتالي هذه يعني كارثة يعني الذي يعني نقدرها وبائيا. المسألة الأخرى اللي يتعرض لها النظام الصحي هو الآن مع جائحة كورونا المحاذير الموجودة أثناء التلقيح للأطفال. يعني التلقيح للأطفال صارت عندنا إشكالية كبيرة بسبب التيار الكهربائي، بسبب صعوبة الوصول، بسبب المشاكل للوصول إلى المناطق وإلى آخره، وأيضا صعوبة الإمداد باللقاحات. هذه ولدت مشكلة يعني كبيرة جدا. الآن انضاف إليها أن هناك محاذير في إعطاء اللقاح أثناء الأزمات الكوفيد 19. يعني يجب أن يكون في تباعد، ويجب أن يكون في لبس الكمامات، ويجب أن يكون في معايير وقاية للعامل الصحي أثناء إعطاء اللقاح، ومعايير للأم والطفل. وهذه مسألة تشكل أيضا تحدي كبير في الوضع اليمن حاليا، ولذلك اليمن تحتاج إلى تدخلات وجهود كبيرة جدا وغير عادية لكي نخفف من وطأ الكارثة المتوقعة بالإصابات. تفضل بالبقاء معي دكتور الواقدي. يعود إليك دكتورة السباعي فيما يتعلق بحجم يعني اعتماد اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في أو أعمال مكافحة وباء كورونا في اليمن على
المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمساعدات؟ إلى أي يعني ما هي النسبة؟ إلى أي مدى الحكومة تتكفل بهذه الأعمال؟ إلى أي مدى تعتمد أعمال مكافحة كورونا على المنظمات الإنسانية؟ طبعا الحكومة تعتمد على بالنسبة للمساعدات الإنسانية نتيجة الانهيار الاقتصادي طبعا إلى 70%. يعني نحن مشاريعنا الصحية، برامجنا الصحية معتمدة على القطاع الصحي، معتمد على البنك الدولي، معتمد على صندوق السكان الأمم المتحدة، معتمد على منظمات الصحة العالمية، معتمدة على منظمات اللي هي الأخرى، الإنقاذ، الاتحاد الأوروبي وغيره. أيضا يعني رأس المال اليمني في الوقت الراهن هذا يعتبر لا يذكر في وقت انهيار الحرب، يعني في انهيار الحروب ووقت الوضع الحالي. فكان يعني منذ سنوات ونحن نعتمد فيما زلنا يعني نتيجة الحرب معتمدين على المانح والدعم الذي يصل نحن من التحالف العربي ومن المنظمات الدولية. يعني اليوم بالتعليق لهذا الدعم يعني كبير جدا، بيكون مشكلة كبيرة جدا. ولكن يعني هو أكثر مما هو تعليق، هو مسألة تحذير أو مناشدة من قبل الأمم المتحدة، لأن تقول أنها لا تملك المال الكافي لمواصلة العمليات في اليمن، وذلك ينعكس على كورونا أيضا. طيب، في سياق الحديث عن هذه النداءات أو هذه التحركات، ما الذي سيلي؟ كيف يعني أنتم، ما الذي ستقومون في اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة فيما يتعلق بهذا الوضع، عدم توفر تمويل لهذه العمليات؟ طبعا في البدايه الحكومه اعتمدت على الدعم المالي المتواجد لديها، فيعني قدمت ما قدمته يعني في للمحافظات، ولكن تبقى الحاجه الملحه لتدخل الدعم المباشر. يعني نحن نتكلم يعني الامم المتحده تطالب لايجاد الدعم عشان استمراريه المنظمه لتقدم نشاطاتها في جميع في اليمن او في يعني في كل في يعني لاستمراريه العمل. ولكن نحن في اليمن ايضا نطالب ايضا برد في اليمن بدعمها، بدعمها سواء كان دعم الحكومه، بدعم ايضا المنظمات الشريكه معنا حتى يتسنى لنا يعني مجابهه هذا الوباء. تفضلي بالبقاء معي مرة أخرى سيدة إشراق السباعي. دكتورة إشراق، أعود إليك. دكتور الواقدي، في ظل هذا الانتشار المريع للوباء في عدد من المحافظات، تصريحات غوتيريش الخطيرة فيما يتعلق بنسبة الوفيات إلى عدد حالات الإصابة، وكذا عدم وجود دعم مالي، كيف يمكن محاصرة الوباء؟ ما هو المطلوب فعله؟ والله إنه سؤال صعب. إجمالاً فيه جانب هو يقوم على المجتمع ونعول فيه على المجتمع بشكل كبير، وهو جانب الإجراءات البسيطة اللي يمكن أن يقوم بها المريض. يعني ممكن أن يعزل في البيت، وإذا كان مع الأسرة يعني والآخرين يتعاونوا معه، التباعد الاجتماعي، التخفيف من حضور التجمعات والأسواق والخروج كل الضرورة. يعني إذا خرج الإنسان أيضا يغطي فمه وأنفه إذا وجد كمامة أو بقماش. هذه الإجراءات البسيطة يعني تخفف شيئا ما، ويبقى التدخل الرسمي باتخاذ الإجراءات وباتخاذ المقاييس، ويبقى التدخل الآخر الذي تفضلت به الدكتورة إشراق، وهو إعداد المستشفيات وإعداد يعني توفير المواد الوقاية وما إليه، وهي تحتاج جهود يعني صراحة من العديد من الجهات، من هالجهات الداخل في البلد، ومن هالجهات الرسمية والحكومية، ومنها الجهات الخارجية كالمنظمات والدول الصديقة والشقيقة. هذا كله
يعني نحتاجه، ولكن أعتقد أنه غير متوفر، وربما أن الوباء يعني يثخننا بالجراح والقتلى حتى يعني حتى تصل هذه التدخلات، لأنها صارت نوعا ما متأخرة. ولكن أنا أرى الآن المرتكز الأساسي في المجتمع، ولا بد أن تظل هذه المطالبات بتحمل الجهات الدولية لمسؤوليتها قائمة، لأن الوضع تراكم وأصبح يعني فوق طاقة المجتمع اليمني إلى حد كبير. تفضل مرة أخرى بالبقاء معي دكتور الواقد. يعود إليك دكتورة إشراق فيما يتعلق بأبرز الأولويات لديكم أنتم الآن، التحديات التي تواجهكم في التعامل مع كورونا ومحاصرة، ما هي بالتحديد؟ طبعا نحن الأولويات أن تفتح مستشفيات ميدانية مع كوادر وخبرات أجنبية مختصة بمكافحة الأوبئة ومكافحة العدوى، يعني أن تكون هناك في وحدات للرعاية للآي سي يو يعني مختصة، هذا من أولويات. أيضا دعم الكوادر الطبية بملابس الحماية ودعم الكادر الطبي للاستمرار، يعني الدعم المعنوي المادي حتى يقدر أن يقابل هذا الوباء. نحن بحاجة أيضا، لدينا قلة جدا يعني من أجهزة التنفس الصناعي الذي تعد بالأصبع، يعني أصبحت مثلا في محافظة عدن حاليا من يوم أمس يعني بصنا بحيث أنه يصير 20 جهاز في معزل الأمن، في معزل الأمن 20 ومحجر الجمهورية 20، 10 ب 10 قصدي 20 إجمالي 20. أتصور أنت والطابور يظل المريض في طابور حتى يصل إلى هذا الجهاز، يعني في بعض المرضى يعني في رقم 20 في رقم 17 في رقم يعني يموت وهو ينتظر حتى يصل إلى التنفس الصناعي. طبعا أنا أناشد من هنا تدخل فوري وعاجل، يعني دعم اليمن ب سواء كان ايضا المحاليل، لان احنا عندنا لا نستطيع ان نقدم الفحص المخبري للجميع، فتلاقي الاحصائيات يعني ما بين من ارض الواقع ومن الاحصائيات الذي نحن نعلن عليها كلجنه وطنيه فقط للذي في المحاجر، يعني الذي تم اجراء عليهم الفحص. فهنا اليمن بحاجه الى وقفه جاده، يعني نحن نتمنى من الجميع يعني هي دكتورة السباعي، يعني إذا كان غوتيريش يناشد أنتم أيضا تناشدون، من الذي عليه الفعل؟ اليمن الآن نحن بلد يقع في وسط هذا العالم. اليمن محور اهتمام كبير في مركز دولي في التجارة العالمية، الكل يحب أن يبسط يده على هذا اليمن. ما معقول أن يبسط على نحن ونحن في ظل يعني ظل هذه الظروف. إذا لم يتواجد المجتمع الدولي وكل الجهات العربية أن تتكاتف مع اليمن، فمتى يعني يتكاتف لما ينهار هذا البلد الفقير؟ يعني الموارد يعني اليمن حاضن الجميع، اليمن خيرات على الجميع، فكيف اليوم أن يترك اليمن يواكب هذا الدمار؟ أشكرك إذا دكتورة إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة. أعود إليك على تواجدك معنا. أعود إليك دكتور الواقدي، يعني في ظل الوضع الحاصل الآن، ما هي الخيارات الممكنة أمام المواطنين للتعامل مع هذا الانتشار لكورونا؟ والله أنا ذكرت بعض النقاط المتعلقة بالمجتمع، وهذا الإجراءات المطلوبة هي إجراءات بسيطة ولكنها تحتاج أن نوطن أنفسنا عليها، يعني نحتاج أن الإنسان يعني يستشعر المسؤولية فيها. الإنسان مسؤول أمام ربه وأمام نفسه وأمام أسرته وأمام الآخرين في أنه يحد
من التصرفات التي ليس لها داعي والتي تؤدي إلى زيادة المرض. هناك الكثير من الأشياء، مثلا قضية التباعد مترين، يعني هي مسألة تحتاج أن احنا نعود أنفسنا عليها، والسلام من بعيد حتى تمر هذه الموجة وتمر هذه الأزمة. قضية أنه لما يخرج يلبس شيء، إذا ما وجد كمامة ممكن يعمل حتى الشال، لو كل الناس. لكن دكتور، يعني الشواهد على الأرض دكتور تقول أن مستوى التزام الناس بهذا الأمر منخفض جدا. نعم، هذه هي الإشكالية، وهذا اللي نحب أن نعيدها أنا في كل مقابلة أو كل بث أو كل منشور أنشر أن نعيدها، لأنه حتى لو وجدت كثير من الإجراءات ومكان انتشار الفيروس هو الإنسان، يعني إنسان يفرزه في إفرازاته وينقله للإنسان الآخر، هذه هي السلسلة يجب أن نعمل على تخفيفها. إذا ما خففت، يعني دولة زي إيطاليا لم تكفيها أجهزتها ولم يكفيها إمكانياتها الطبية، فبالتالي هناك ركيزة أساسية في هذه المكافحة وهو الإنسان، وكل شيء آخر مهم جدا أيضا، لكن هذه الركيزة إذا هي ما التزمت وما شعرت بهذه المسؤولية وطبقت إجراءات الوقاية، فإن كل الذي يليه لن يكون مفعوله ذلك المفعول القوي والكبير. فيه جانب آخر هو الجانب المسؤولية لإدارة الدولة. أنا عندي مجموعة في هذه المنطقة فحص الذي استطعت عليه، وعندي لابد أن نظام الترصد يكون قوي يتابع المخالطين. إذن هنا أنا أقول له هنا أن توقفوا الحركة، يعني توقفوا عن الإجراءات، وصارح الناس وأضع لهم القرار، وأضع لهم مع القرار هذا الحيثيات والمعطيات اللي هي موجودة معي. هنا ممكن أحصل نوع من الحشد المجتمعي نحو هذا القرار أو هذا الإجراء. هو تحدي صعب، ولكن ليس أمامنا إلا أن نخوض هذا التحدي. يعني لا يوجد معنا أي خيار أن احنا لا نخوضه، يعني لازم نحاول فيه ونقلل، يعني أقل شيء احنا نخفف. يعني احنا الان لا نتكلم عن احنا نوقف الوباء، احنا نتكلم عن تخفيف والتقليل من اثاره الكارثيه. ولعل ذلك يجد صدى في الايام القادمه. اشكرك جزيلا دكتور عبد اللطيف الواقدي، المتخصص في علم الوبائيات، كنت معنا عبر الهاتف من بولندا، وارحب بمن ينضم الينا من تعز، الدكتور راجح المليكي مدير مكتب الصحه هناك. اهلا بك دكتور راجح. بدايه، هل اطلعتنا على مستجدات الوضع فيما يتعلق ب يعني كورونا في تعز؟ مرحبا اخي الكريم، اهلا بك دكتور. الوضع في تعز كل يوم يزداد سوءا، الحالات تتكاثر عندنا بشكل مخيف، واصبحنا غير قادرين على استيعاب العديد من الحالات، وبالذات التي تحتاج الى التنفس، اجهزه التنفس الصناعي، نظرا لقله هذه التجهيزات المتبادله في معبر التعز. تقريبا وصلت عدد الحالات المؤكده الايجابيه في تعز الان الى 42 حاله ايجابيه. عدد المتوفيين حوالي 11 حاله، والمتماثلين بالشفاء حوالي 4 حالات، وهناك مجموعه من الحالات على وشك ان يتم اعلانها كمتماثله للشفاء، والبعض ما زال يخضع للعنايه المركزه بالتنفس الصناعي او عنايه مركزه وقائيه. الوضع غير كريم من بعد 20 رمضان بسبب عوده اكثر من 20,000 مواطن من مدينه عدن ولحد وصنعاء وايب الى مدينه تعز. تزايدت الاعداد المصابه بشكل كبير جدا، وبالذات في المناطق الريفيه، لان معظم العائدين عادوا لتقضية فتره العيد مع اسرهم في القرى المحيطه بمعبر مدينه تعز. فالوضع عندنا بجد يتجه نحو الكارثه ونحو الماساه، نظرا لتزايد المتسارع في الحالات، وايضا لقله الامكانيات المتاحه والمتوفره سواء من حيث اجهزه التنفس الصناعي او اسره العنايه المركزه او حتى اماكن المحاجر والمعادن الصحيه، لانه لا يوجد لدينا غير مركز المستشفى الجمهوري في مدينه تعز، الى جانب المركز الذي جهزته مؤسسه المؤسسه الخيريه للشيخ حمد سعيد المخلافي. وبالتالي
حرصنا على عمل مراكز عيادية بديلة في مستشفى خليلة في التربة وفي مستشفى العروس لمديريات صدر البوادم ومزرعة وحدان ومزرعة اعتبار فيها حالات، وأيضا بعض المستشفيات في المشمع والمخاء، لكن حتى الآن رغم رفض التجهيزات للمنظمات الدولية وللمانحين وبالأخص الـ WHO لم نتلقى أي استجابة بتوفير بقية التجهيزات. وقد نقابل ما هو حجم الاحتياج دكتور؟ ما هي أبرز المطلوبات الآن لديكم؟ دكتور الآن ما هي أبرز ما تطلبوه؟ يعني ما هي أبرز الاحتياجات التي تريدونها في سياق مواجهة كورونا؟ أبرز الاحتياجات وأسرع الاحتياجات التي نحن في أمس الحاجة إليها هي أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة وأجهزة قياس غازات الدم. هذه من حيث التجهيزات نحن في أمس الحاجة إليها. أيضا نحن في أمس الحاجة إلى كوادر طبية متخصصة. معظم الكوادر الطبية بسبب الحرب والحصار الجائر على مدينة سعد نزعت من محافظة كعزدينا حال شديد في الكوادر المؤهلة وبالذات فيما يخص كوادر العنايات المركزة. لذلك ناشدنا السلطات المحلية والوزارة والمنظمات على سرعة يبدو أن هناك خلل في وصول الصوت لنا من تعز. على كل حال أشكرك جزيل الشكر دكتور راجح المليكي مدير مكتب الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك من تعز لإعطائنا لمحة حول الوضع الصحي هناك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.